لم يعد كافيا التصدي للمجموعات الإرهابية بالطرق التقليدية، فهذه المجموعات تعمل وفق استراتيجية غزو العقول عبر بث سمومها في الفضاء الإلكتروني الواسع. الإنترنت وفق الأمم المتحدة بات اليوم جبهة أمامية في مكافحة الإرهاب، وسط التشديد على منع التكنولوجيا الجديدة في مختلف الميادين من التحول إلى أسلحة إرهابية فتاكة. مخاطر استخدام التكنولوجيا تصل إلى العبث بمسار رحلات الطائرات والقطارات وتنفيذ هجمات إلكترونية على أنظمة دفاعية وصاروخية وغيرها. بين خصوصية المعلومات وربحية الشركات، يجد الإرهاب منفذا له في الشبكة العنكبوتية، فالتركيز ظل لوقت طويل على مكافحة الإرهاب على الأرض، لكن الحكومات العالمية باتت اليوم أكثر من أي يوم مضى على يقين بأن الإنترنت جبهة أمامية يجب رص جميع الصفوف فيها لدحر الإرهاب، خصوصا أن الإنترنت بات سلاحا فتاكا تجاوز مرحلة غسل الأدمغة ليصبح منصة بيد الإرهابيين لشن هجمات إلكترونية أو عمليات قرصنة لأنظمة دفاعية وصاروخية وحتى التحكم بمسار الطائرات والقطارات. ورغم أن العديد من هذه الحكومات أطلقت برامج بهذا الصدد، فإنها لا تزال تواجه مشاكل على الأرض الافتراضية. بريطانيا مثلا اقترحت عقوبات ضريبية على شركات الإنترنت في حال فشلها في مواجهة خطر الإرهاب، مستندة على رفض هذه الشركات السماح للأجهزة الأمنية بالاطلاع على بيانات تطبيقات الرسائل، الأمر الذي يكلف حسب وزارة الأمن الحكومة البريطانية خسائر تقدر بملايين الدولارات. لكن هذه الشركات تلقي باللائمة على الحكومات بتأكيدها الحاجة إلى عناصر بشرية وآراء من مصادر حكومية موثوقة للتعرف على المحتوى المتطرف وحذفه. في روسيا مثلا دخلت بداية هذا الشهر حزمة قوانين مكافحة الإرهاب والمعروفة إعلاميا بحزمة ياروفايا حيز التنفيذ، والتي تلزم شركات الاتصالات والإنترنت بحفظ الرسائل النصية والتسجيلات الصوتية للمكالمات والصور والفيديو والرسائل الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وذلك حتى تتمكن الحكومة من العودة إليها عند الحاجة. لكن هذه الشركات تجد نفسها أمام ميزانيات إضافية لحفظ المعلومات التي تطلبها الحكومات، مما يجعلها تواجه شبح الخسارة المادية إضافة إلى اتهامات خرق خصوصية مشتركيها لصالح الحكومات. معنا الآن من واشنطن الباحث في التكنولوجيا والأمن الوطني في مركز أليسون للدراسات الخارجية كلون كيتشن. سيد كيتشن، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. كما تابعنا في التقرير، يعني الإنترنت لم يعد منصة لتجنيد المتطرفين وغسل الأدمغة وكل هذه الأمور وحتى تمويل الجماعات الإرهابية. نحن نتحدث اليوم عن هجمات إلكترونية، نتحدث عن تعريض أنظمة بكاملها للخطر، سواء أنظمة مرافق عامة أو أنظمة دفاعية أو شيء من هذا القبيل. هذا يتطلب جهد هائل، هل تستطيع دولة بعينها التصدي لكل هذه الأمور؟ سيد كيتشن تسمعني؟ طيب، كنت أسألك سيد كيتشن عن هذا الجهد الهائل المطلوب اليوم لمحاربة كل هذه المخاطر والتهديدات التي يمثلها أو تمثلها شبكة الإنترنت، هل تستطيع الدول منفردة القيام بهذه المهمة؟ واضح هناك مشكلة في الصوت مع السيد كيتشن في واشنطن، يعني سنحاول العمل على إصلاح هذه المشكلة. يبدو أنه يسمعني الآن مرة أخرى وثالثة. هل تستطيع دولة بمفردها القيام بهذه المهمة الصعبة في التصدي لكل هذه التهديدات؟
لا، لا أعتقد بأن تهديدات الإرهاب من عبر الإنترنت يمكن أن تتغير مثلا أو تواجه من قبل دولة واحدة فقط. إنه طبعا تحدي كبير، وطبعا يجب أن يكون هناك تعاون دولي، وهذا ضروري إذا كنا نريد أن طبعا نواجه هذا التهديد. هذا أيضا يتطلب سيد كيتشن تعاون ليس فقط من حكومات وسلطات رسمية، ولكن هناك أطراف أخرى وعلى رأسها ربما شركات الإنترنت التي تجد نفسها اليوم في مكان يعني صعب. أولا هي تريد التعاون مع هذه الحكومات من جهة، ولكن في الوقت نفسه تريد أن تحقق الربح بالتأكيد، وتريد أيضا المحافظة على خصوصية المستخدمين. كيف يمكن لهذه الشركات التوفيق بين كل هذه الأمور؟ نعم طبعا، التوتر الذي ذكرته طبعا موجود جدا بالنسبة لشركات الانترنت والتواصل الاجتماعي وغيرها. هناك طبعا حقيقة للتقدم إلى الأمام، وهي تتمثل في أننا لا يمكن أن نؤمن أنفسنا من الإرهاب وبكل تأكيد من الهجوم السيبراني من دون أن يكون هناك عمل بين القطاع الخاص والحكومات على مستوى الاستراتيجية وغيرها من الأمور. وفي الوقت ذاته من المهم أن تتفهم أو تفهم الحكومات بأن هذه الشركات لديها طبعا مصالح، وبأن خصوصية الأفراد والمواطنين طبعا لها أهمية قصوى. ولكنني أعتقد بأن هناك طرقا يمكن أن نتعاون في فيما يخص تشارك المعلومات. فمثلا الحكومات يمكن أن تقدم التيبرز أو المعلومات التي تسمح للشركات بأن تجد مثلا أو تلغي أو تمحو مثلا المحتوى المتطرف. لقد قمنا بهذا النوع من التعاون منذ 11 سبتمبر، وأعتقد يمكن أن نبني عليه ويكون أقوى. وهذا يتطلب من شركات الإنترنت تشغيل طواقم هائلة من القدرات البشرية للقيام بكل هذه الأمور. وهذه الشركات كما أشرنا في نهاية المطاف يعني تريد أن تحقق الربح، كيف يمكن لها أن تفعل ذلك مع وجود كل هذه المتطلبات؟ نعم أنت محق تماما. مثلا فيسبوك لديه أكثر من 200 من الموظفين هم يعملون فقط على مكافحة الإرهاب، وطبعا هذا يشير إلى أن طبعا الأعباء على الأمنية على القطاع الخاص. وشركات مثل فيسبوك وجوجل وأمازون وأبل وغيرها، هذه الشركات العملاقة يمكن أن تقوم بهذا لأن لديها الموارد والأموال، ولكن هذا يؤثر كثيرا على طبعا الشركات الصغيرة. ويمكن طبعا أن ينقل هذه الشركات إلى دول فقيرة أو غيرها. هذا العبء كما قلت على الأمن الدولي طبعا يجعل أصعب عليهم بالنسبة للأسواق الصغيرة أو الشركات الصغيرة لأن تظهر في الأسواق. وطبعا هذا كله يقوض أو يقلل من قدرات طبعا الشركات العملاقة، والشركات العملاقة الآن لديها الأفضلية للقيام بها هذا لأن لديها الموارد. ولكن كما قلت هذا طبعا سيكون شيئا ينبغي أن تكون الشركات مستعدة له، وينبغي أن تكون ذكية. وطبعا هو يخلق اختلافات وشقاقا بين طبعا شركات التكنولوجيا. فهناك طبعا شركات تكنولوجيا مثلا لا تقدم معلومات والتي هي قيمة بالنسبة للسلطات الأمنية، في فمثلا بدلا من طبعا لم جمع هذه المعلومات وتقديمها للحكومة فهي لا تقوم بذلك وتسهل الأمر على نفسها، وهذا يجعل على الأمر صعبا على الحكومات. ولكن طبعا الشركات ترد بهذا الشكل. وطبعا هناك مسألة خصوصية المستخدمين، وهي أيضا مسألة أثارت الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، قصة فيسبوك وغيره. ولكن اللافت هنا سيد كيتشن، يبدو أنه مصطلح الإرهاب اختلف إلى حد كبير فيما يتعلق بالإنترنت. كنا نتحدث في الماضي عن تنظيمات متشددة، تنظيمات تحد على العنف والكراهية وكل هذه الأمور، تنظيمات تحاول تجنيد الأفراد. اليوم هذا المفهوم اختلف، لأن اليوم هناك إرهاب دول، هناك دول تتجسس على بعضها البعض، هناك دول تهاجم مرافق دول أخرى، هناك ما حدث في الانتخابات الأمريكية على سبيل المثال مثال بارز على ذلك، هناك شركات
تهاجم من قبل دول، وبالتالي مفهوم الإرهاب عبر شبكة الإنترنت اليوم تغير. كيف برأيك يمكن التعامل مع هذه المسألة من الآن فصاعدا؟ طبعا إنها نقطة مهمة، ولكن هناك فارقا في الولايات المتحدة. أنت ذكرت الانتخابات الأمريكية في 2016. نحن طبعا ندرك الفارقة ليس فيما يخص التهديد الشامل، ولكن كيف نفهم الأمر ونتعامل معهم. مثلا بشأن القاعدة وتنظيم إرهابي أو داعش أو غيره، ما يفعلونه على الإنترنت وما يمكن أن تقوم به دولة أجنبية، مثلا ما قامت به مثلا الحكومة الروسية، وطبعا هذه مزاعم وليست مؤكدة. هناك على طبعا أخبار عن اختراقات في الانترنت. ولكن نعم، النقطة التي ذكرتها طبعا مهمة جدا. تاريخيا نحن واجهنا التنظيمات الإرهابية وكنا نحارب الدعاية والتجنيد، ولكن ما نراه اليوم هو بزوغ تهديدات حقيقية تستعمل التكنولوجيا للقيام بتخطيط لعمليات بطريقة مؤمنة، باستعمال مثلا تطبيقات الرسائل التي فيها طبعا وهي مشفرة. وما يقلق هو أنهم يمكن أن يقودوا هجمات على الإنترنت أونلاين. إذن هذه التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة ليس للتخطيط فقط، ولكن يستعمل كسلاح. وطبعا معظم هذه التهديدات لا تزال طبعا تأتي من دول أجنبية، ولكن قدرة القيام بتلك الهجمات مثلا على الصناعة أو القطاع الصناعي، فهذا كله طبعا هو التهديد الذي يكبر أكثر فأكثر، وعلينا أن ننظر إليه بجدية. موضوع خطير ويزداد تعقيدا. شكرا لك سيد كلون كيتشن، الباحث في التكنولوجيا والأمن الوطني في مركز أليسون للسياسة الخارجية، كان معنا من واشنطن.